السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم راح نوضح موقع آخر خاص بتحميل الأبحاث العلمية بصورة مجانية وبصورة بسيطة جدا. ما علينا صور الذهاب إلى متصفح الجوجل، ومن خلال خانة البحث راح نكتب find paper faster ونطيه بحث. راح يودينا إلى صفحة النتائج، نروح نبحث عن كلمة x small find paper faster ونطيها بحث. نضغط على هذا راح يودينا إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بهذا الموقع اللي هو الفايند بيبر فاستر أو ما يسمى به الإكس مول. راح يودينا إلى هذا الصفحة الرئيسية. هذه الصفحة الرئيسية تحوي على خانة بحث، أنت ما عليك سوى كتابة الكيورد بهذا المستطيل البحث، وأيضا تقدر تطي جو. فمثلا أنا راح أبحث عن الإيكولاي، كتبت الإيكولاي وأطيته جو. من أطيته جو راح يودينا إلى كل الأبحاث الخاصة بالإيكولاي. لكن أكو شغلة مهمة جدا، ما عليك لازم أنت تحدد الـ OA. شنو الـ OA؟ Open Access، يعني المفتوحة مجانية. من أقول هذا راح يودينا إلى هذا الشيء. فمثلا عجبني، لاحظ هنا كثير من النتائج الخاصة بالإيكولاي، وأيضا تقدر تتغير اتجاه البحث. لاحظ نهاية البحث تقدر تغير اتجاه من 1 2 4 إلى ما لا نهاية. زين، مثلا عجبك أنت هذا البحث، أنا أريد أن هذا البحث، أقدر أطيت هذا البحث، راح يوديك إلى مصطلح فول تيست تكست لينك. أضغط عليه راح يوديك إلى الصفحة الخاصة بهذا الموقع، أقول له فيو بي دي اف. لاحظ هنا دائما أدور على كلمة بي دي اف. من أطيت فيو بي دي اف، لاحظ هنا أنا راح يودي راح يفتح لي أنا على شكل بي دي اف. ننتظره يفتح البي دي اف وان شاء الله نرجع لكم. بعد ما فتح عندنا البحث بصيغه بي دي اف، لاحظ البحث هنا كامل واقدر احمله بكل بساطه، واقدر اخذ منه المصادر اللي اريدها، او اي شيء بسيط انا اريد اتعلم منه طريقه معينه اريد اخذها بالعملي اطيه من خلال هذه كلمه داونلود. اعطيته داونلود، لاحظ هنا يتحمل عندك بكل بساطة، انتظر يتحمل عندي وآخذ منه اللي أريده أنا، يعني مثلا مصدر معين، طريقة معينة للعملي، أو مثلا conclusion، أو مثلا أشوف إيش مشتغل، وهكذا بقية الأبحاث على هذا المنوال. أتمنى لكم الاستفادة من هذا الموقع، مع الشكر الجزيل لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.